السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على بوغرة يشكو الإهمال الفاف يعني والمشاكل اللي يريد يعني هذاك المكلف بالإعلام يعني وين حتى من الرابطة حتى من الاتحادية وبالعودة إلى المنتخب المحلي واجب بالإشارة إلى حالة عدم الرضا والغضب الذي صار عليه يعني وين الناس اللي راهي بكل طرق نقولوا بكل طرق وين شان الإهمال من مسؤولين في الفاف والرابطة كرة القدم المحترفة لتسهيل مهامه في التحضير يعني النخبة الوطنية لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين مطلع العام المقبل، وكان آخر فصولها تواجده وحيد في مواجهة مشاكل تنظيم المباريات الودية في ظل ما يراه انشغال تام لمسؤولي المنتخب الأول وتلبية كل ما طالبه يعني والناس وراهم كاع يجروا مور مدرب فاشل. احنا دروك نلعبوا دو ماتش، غادي نلعبوا دو ماتش، نلعبوا مع لاسويس ولا نلعبوا مع هنا بعد افريقيا ولا اي سهل عليهم سويسرا السياد لاسياد هذه كل بعسيرة. بصح يا جماعة بنقول لكم دروك حنا عندنا التنظيم في جونفي، هذا حنا غادي كوب دافريك 2024 غادي نلعبو في مارس، من على خمسة غادي نلعبو نوفمبر ديسمبر جونفي فيفري مارس، خمسة شهور باش نلعبو أمام النيجر ألي روتور. النيجر نحضرو لها مع لاسويس ومع جنوب إفريقيا والقلال وتجري منا دب 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 دب، لا عيب يبصروك انت يا لازم لك انتظروك لازم لك يا سي محمد. وين ها وين طلباتنا وين يعني وين نقولوا باللي اخر فصوليا وين شاهدنا وين ما يراه انشغال التام للمسؤولين بالمال بالمنتخب بالناخب الوطني وتلبيه كل مطالب هذا المدرب الفاشل، فيما لا يجد بوغرة اي تجاوب من رئيس الرابطة كرة القدم المحترفة حيث يبرمج مباريات بطولة دون أخذ بعين اعتبار مواعيد تحضير المنتخب المحلي. وكان مجيد بوغرة الذي يواجه قبل ذلك مشاكل تداعيات النزيف التي تعرفها التشكيلاته في كل يعني انتقالات مع احتراف أبرز لاعبين في البطولة الأجنبية في البطولات الأجنبية، وقد عبر أول مرة عن سخطه على المشاكل التي واجهها بعد مباراة الودية أمام منتخب السودان بملعب الميلود وهران بالميلود هدفي في لما وجد نفسه وأشبالي يلعبون أمام مدرجات فارغة لدواعي تنظيمية غير منطبقة في وقت كانت المدرجات ذاتها مكتظة عن آخرها قبل أيام بمناسبة ودية منتخب الأول، لذا لا يملك أي هدف على مدى القريب. يعني النادي المنتخب هذا تاع منتخب تاع وزير التعاسة وزير الفاشلين والمدرب الفاشل نقولوا باللي ما كان حتى يعني نقولوا باللي 2023 في جونفي كاين كوب دي ولا رانا رايحين كوب دي مون ولا غادي نلعبوا كوب دافريك 2023 مازال اللي قاعد تطمن. بصح ولا واحد راه واقف، راني نقول لكم ونعاود بوغرة راهم يديروا له هاك باغيينو يوخر باغيينو يوخر. راه نقول لك انت المدرب تاع اللي باغي تكذب في بلاصته، انت المدرب الفاشل لك باغي تكذب في بلاصته باش تتكل على بن حمو وتاكل على مصباح وعلى هذاك الاخر تاعنا تاع تيارت كيسموه اللي جابوه جديد فانيكا اونترينر يجري بزاف وراح لي انا. ايا شتا باغي يدير؟ باغي هو يكذب ويوخر بوغرة. بوغرة جات وخرو، بوغرة جات من الفوق والله ما يوخر، والله ما توخرو. انت شكون؟ انت فشلت، انت مطرود من قطر، انت فاشل. انت يا اللمسة تاع انت جيت ثلاثة شهور ولا أربعة شهور جيت كوب دافريك حسبتها تاعك، انت يا اللمسة تاعك يعني 2019 2020 2022 ما بانتش إليميني، انت مدرب فاشل
او بغيت يردوا لنا ناجحين راهم في الكوب دي موندا ناجحين ما يخسروش مع غينيا استوائيه. سي محمد انت درت ماتش نيل قلنا غادي تاكل غادي تقرا الوضع انت ما تعب لا تقرا لا والو قلت لك قلنا غادي تاكل الوضع غادي تقرا الوضع ما كاشي خسرنا مع غينيا قلنا غادي كوت ديفوار غادي تخلص ما كاشي قلنا الكاميرون وتربح روح وين فوين اللي دواعي التنظيم غير منطقيه في وقت كانت المدرجات صح كانت معمره على الجو يبرد وجاو كان اللي جات تشوف ذاك الطروه كان اللي جات تشوف الدو كان اللي جات تشوف الاخر كيسموه روبيو كان اللي جات تشوف كل واحد يشجعو يشوفو علي امام وين امام غينيا ونيجيريا في وقت يحتاج رفقاء زكريا دراوي وهم يستعدون للدخول منافسة قوية على أرضنا على أراضينا للتقرب من أجواء البطولة يعني المقبلة وأولها اللعب تحت ضغط الجماهير. أما هذا أمام هذا المأزق أشار مصدر عليم إلى أن بوغيرا سيطلب من الفاف فتح ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة يعني استثناء وهو الملعب الذي لم يعد مبرر لاستمرار غلقه ما دام أنه استبعد من تنظيم الشارع أو سيطلب الماجيك البحث له عن ملعب خارج لاستقبال النيجر والمالي ولو أن هذا الخيار لا يخدم تماما تحضير لرفقاء القائد الشعيب كذلك لموعد إفريقي يعني ما كاش شوف كيفاش وين على بالك أتغيظها أتغيظها وين الاجتماع الأول وين شوما استمعوا أول أمس الطاقم الفني والإداري للمنتخب المحلي بقيادة ماجد بوغيرا من أجل إيجاد حل أنا قلتها لكم قلت لكم وين كانوا باغيين يكملوا معاه إيجاد حل لورطة التي تسببت فيها يعني قرارات الأخيرة الصادرة من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بغلق كل الملاعب الجزائرية المعنية باستقبال كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بصح راكم بصح انتم راكم حاقرين وقال لكم يا ودي انا فانيكم قال ذاك المكلف المكلف انت مكلف انت يا مكلف بالاعلام تخدم مدرب ومخلي مدرب الحق ما امي امي طردك في وهران مي بغى يدير ندوه صحابيه طردك ما تقعدش معايا روح تربح وهذاك يضربكم بوقرا يبالكم هاك ساعات يضربك بوقرا يضربك بوقرا انتم خاطرش انتم جياح على بالك انتم مشي رجاله على بالكم بلي مشي رجاله بوغرا يبقى بوغرا صاحبي بوغرا عنده اسم ناس هادو لهم جايبين كونت بوغرا راك تشوف كيفاش دايرين هادو العاهرات تاع اليوتيوب راك تشوف كيفاش ما يتبدو على بوغرا ما والو راك تشوف كي داير على بوغرا كون تقول له بوغرا يقول لك بوغرا لاعب كبير كان فينا كوب ديو تقول له مدرب يسكت ما يجبدش كاع والو كاع ما يجبدش راك تشوف غدوة إن شاء الله هذا لونترينا لا كاظبهم هذا لهم يقدسوا فيه رمي عبدوا فيه كو يروحوا هما الولا يدوروا عليه وهما الولا يردوا الراية تاع بوقرة أنا نقول لكم عليهم نعرفوهم غاية الغاية نورمال عادي شتو شادروا فيه شادروا فيه في عدلي في ديلور في عوار بعد يردوا الراية كلنا عدلي كلنا عوار نورمال عادي 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 عادي, عادي. ما تخلعوش منهم وش كاين هو شو كيفاش انا وراي خرجت مزيه هدرناها لكم قلنا لكم وين الناس باغيين يديروا مشاكل وعيب عليكم عيب عليكم اني ضرب كاع تجرو مور اونترينير اونترينير فاشل انا بالنسبه ليا مدرب من المنتخب الوطني الاول فاشل سبحان الله ماشي عيب تقول فاشل في طوي زير روحو ماهيش عيب كي تقول له انت فاشل من يقول لك عليه فاشل يقول له انت مرواش كوب دي موند انت فاشل لانك لم تذهب الى كاس العالم لانك انت خرجت بتبهديله من كاس افريقيا انت فاشل انت اللعابه المنتخب الوطني لن يتطوروا معك المنتخب الوطني من هاللي قضبتو كانوا ديك 6 شهور ولا 7 كان المرض تاعك ما دخلش فيهم دمروا جابوا كوب دافريك بمساعدة رجال وكل جابوا كوب دافريك موراها خلاوك جبدو قلت أنا هو باباها طاوها لك وليت أنت يا مرت باباها مشي أنت باباها أمورك يا صاحبي
او ناس تاكل قريب جول امالك. بلا ما تنساو عطونا جيم كومونتير وفانيك بارطاجونا الفيديو، واللي مشي ابوني معنا. سعيد وخوتي، ربي يحفظكم.